من احسن تخيدو. انا دابا ضاعت لي غنضيع لي شهرين من حياتي ديال الطريق، ما خاصني ندير حتى شي حاجه. ضاعت لي شهرين من الستاج ولا من الخدمه، ضاعت لي شهرين الا كنت غادي نقرا، ضاعت لي شهرين من بزاف ديال لي زاكتيفيتي كنت باغا نديرهم ضاعت لي من حياتي. دار التحاليل هما هادو صافي، انا باغا نمشي للدار، عاد مابقاش قاعد ندوي، مابقاش قاد نتنفس ما والو. واش الفاميلي صافا عليكم، راني كنتمنى لكم كامل كامل تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى تكونوا كتفرجوا في هذا لا فيديو تكونوا بخير وعلى خير. حنا كاع بخير، لا انا بخير انا بخير، هذه كاع بخير. بغيت نقول لكم مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو اللي غيكون فيديو توضيحي لبزاف ديال الاسئله في انستغرام، عرفتي العدد ديال الاسئله اللي كيوصلوا في انستغرام بزاف. كيف ما كتعرفوا في انستغرام انا كنبغي يعني كنبغي نشارك معكم اي حاجه، نهارنا كامل كنشارك معكم في انستغرام. هذه هي ماشي هذه غبرنا ماشي غير هذه اليومين، هذه غبرت شويه حيت مريم كانت مريضه وبقاك يعني تشاركنا معهم كل شيء، تشاركنا معهم مريم مني مشات عند الطبيب وشنو هو السبب اللي خلاته مرض داك المرض، ويعني والتحاليل مني دارتهم شنو خرج فيهم، هما التحاليل هما التحاليل ديال المهم دارت هادشي كامل، دارت التحاليل تكادي تي انا كندمج عبط بوحيط مصبوحين جيب دوك اش لازم بوحطه جيبوا لي اروا لي هادي صافي. دابا دير فيديو خاص تباني عاديه، في الفيديو خاص يبان هاك. المهم كيوصلوا اسئله بزاف مريم، شنو طلع لها في التحاليل، شنو قال لها الطبيب، شنو هادشي، داكشي غنحاول نوضحوا لكم كامل في هذا الفيديو. غنحاول نوضحوا لكم من الاول شنو السبب علاش مرضت حتى لا ماشي السبب حتى مرضت، شنو هو باش عرفنا انها مريضه. الحاجه اللي عرفت راسي راني مريم راه ماشي حاجه، وغنوضح لكم كل شيء. شنو خرج لي التحاليل ان شاء الله، وشنو خرج لها في الدواء. شوف واش باقي لها شحال ديال الدواء، شوف هادو راه غير ديال 25 يوم. شوف الدواء هادو غير 25 يوم، ما خاصني ندير شهرين يعني خاصني. الو نشرح لكم، نشرح لكم في ستوري في الفيديو اللي ولفني الاطاش، نشرح لكم مريم مالا. المهم كيفاش عرفت راسي راه فيا شي حاجه، انا اصلا مدمن على اتاي بزاف يعني داكشي بالبرارد. شوفوا اللي شوفوا بلاتي ابار هذه، شوفوا اللي كيشرب اتاي بزاف يحاول ينقص من انا دابا حيدته، انا حيدته دابا حيت كنت كنشرب بالبرارد ماشي كاس، بالبرارد جوج البرارد ثلاث البرارد في النهار، وماكلة الزنقه وماكلة الزنقه كنت كنشربهم وناكل بزاف. ماما كل مره كتقول لي بنتي راه غتمرضي. المهم حتى واحد النهار كنت غادا خارجه، كنا في درب غلف انا وفي دوك النواحي ديال درب غلف انا وعلي وماما في الطوموبيل غادي، بين واحد من الطاكسي وقفت لي الطوموبيل في العقبه، يعني العقبه وقفت لي الطوموبيل وهو الكليانه كليانته مرا كتدفع معها كيدفع مع الطاكسي. انا المهم جات هذيك الوقفه ديال الطاكسي مزيانه، هي اللي عرفنا بان عرفنا بان المرض ديال مريم، يعني كون ما طراتش هذه الواقعه هذه ديال الطاكسي وديك كتغنق هكا تي ومن امانه امانته ندوي لهم داكشي بعجاله غنقول لهم مشينا جبنا الدوره، مشينا جبنا الدوره ورجعت هبطت انا وعلي باش ندافع مع مول الطاكسي، وديك السيده ندافع معاهم الطاكسي غاتا لديك الطلعه عالي كيدفع نورمال. وكنا وين نقول ديك السيده نوصلوك، يعني حيت بات لي دريه وديك الطلعه مظلمه شويه، كنا باغي نقول لها زعما نوصلوك معانا يعني شي 8 هكا. عالي كيدفع نورمال، مول طاكسي كيدفع نورمال، السيده الكليانه هي جون بحالي كتدفع نورمال. انا دفعت شويه، فاش كنرجع للطوموبيل انا وعالي كنحس بشي حاجه بحال شي تيو عندي من لا لا دابا راه ملي كنا كندفعوا يعني عينا، ولكن يعني كل واحد كينهج، ولكن مريم عرفتي بانت لي كتنهج بواحد الطريقه اللي صافي عرفتي بحال دافع الطاكسي بوحدها، عرفتي كتنهج بواحد الطريقه عرفتي بزاف. بقيت انا حاضر مريم كنقول اش ديك الطريقه يعني كنهج بها، واني قلت يعني مع هي غليظه ولا قلت يعني ما قلت مع الدو تاع قلت يعني تكون شي حاجه بحال هكا. فرجعنا للطوموبيل صافي، هي مابقاتش قاده تدوي، مابقاتش قاده تنفس صافي كملي. بقيت كنكحو بشي حاجه كضر بحال فاش كتاكل هومس بحال هكا شي حاجه من هنا حتى لهنا، وبقات المده طويله. رجعت للطوموبيل قلت لي علي خويا انا ما قديتش نسوق حتى لاصقت في لوطوروت نقدر ندير شي كسيده ولا جيت تسيق من عاد بيرمي لا حول ولا قوه، لا ما عنديش بيرمي لا حول ولا قوه الا بالله. جيت تسيق من الدرب غلف حتى سيدي مومن حتى تيش كدوز بيرمي باش لا طرات لي شي حاجه حتى تنفع دوز بيرمي غير باش نبقى نمشي واحد السبيطار باش المهم كملنا. كل يوم شفتي كتبقى تفس فيه بزاف داكشي انا عاوز نجيب العجاله صافي سمحوا لي. فاش كنتي؟ انا كنت فاسي صافي، هي في جينا الدار ما بغاتش ديك الساعه ما بغاتش تمشي المستعجل ما بغاتش تمشي المستعجل ما بغاتش تمشي ليرجونس. قالت لها مريم نديك انا ليرجونس، قالت لك والو صافي انا باغا نمشي للدار، عرفتي مابقاش قاعده تدوي مابقاش قاعده تنفس ما والو. كنحس براسي صافي ايبويزي مساليه صافي. جينا نعسات في الصباح الطبيب مشات عند الطبيب بلا ما نذكرو سميت الطبيب، مشات عند الطبيب نيشان صافي دوز ليها دار ليها المهم دوز ليها كامل باش باش واش عندي السكر باش يعرف شنو هذا. انا ديجا قلت لي كنسخف بزاف يعني نطلع في الدروج نسخف، فاش كنكون كنتمشى انا وعلي شي نهار حاطه طوموبيل غير شويه كتعسل خمسة دقائق في الطريق صافي نعيا كنبدا نهج، واخا غير غاده ما كنجري ما والو غير لا مارش صافي تنعيا.
المهم صافي مشى عند الطبيب ويقول لها شوفي غديري التحاليل. قال لها عندك جوج حوايج. قال لها وحده من الجوج. قال لها جوج حوايج. قال لها سواء عندك الكبده سواء عندك فقر الدم الحاد. هادشي اللي قال لها الطبيب. قال لها غتجيبي غديري التحاليل ومن ديري التحاليل جيبيهم لي. صافي تسنات الغدا مشات مع الصباح دارت التحاليل. شتي بلا فطور ياك؟ اه الصباح مشات بلا فطور. مشات بلا فطور دارت التحاليل هما هادو عمر. هادو التحاليل دوز وحده ديال الدم وحده ديال الكبده. وحده ديال الدم وحده ديال الكبده. صافي تسنات الصباح ومشيت الصباح مشيت عندو في النهار. لا درتهم مع 9 خرجوا لي مع 4 وديتيهم لي ديسا مع 4 ملي ديتوني معاكم من اللابوراتوار مشيت داتهم لي. قال ليها قال ليها لا راه ما عندكش الكبده. قال ليها راه عندك فقر الدم الحاد يعني. قال لها شي كريات ولا ما عرف شنو شي حوايج. جوج حوايج عندي مقلوبين ما صافي. قال لي فقر الدم الحاد بقيت كنسمع شكون صافي عرفتي يعني. عرفتي مريم بانت لي عرفتي تشوكيت عرفتي بانت لي صافي مريم كون راه قالت صافي هادي الموت ولا باقا صغيره صاحبي كتنهج فاش كتكون طالع كنت مشى شويه تنهج عقلتي اش كتقول لي ديما. دابا سيام ساكنه في كتر ايام ضروري. دابا انا كنطلع هاز زراعه الحمد لله الحمد لله والشكر لله يعني عادي كنطلع هاز زراعه وعادي ما كيطرى لي والو. هي مريم كتطلع غير بشويه لا كتبقى تنهج. حنا قلنا يعني غتثقل ولا شي حاجه ولكن دابا عرفنا علاش كانت كتنهج. واحد ان عندها فقر الدم الحاد. عندها واحد الكريات في الدم ديالها اللي ناقصين بزاف بزاف. وكتشرب اتاي وكيف ما كتعرفوا اتاي كيحرق الفيتامينات. راه هادشي انا ما كنتش عارفه ولا عرفتو دابا. شوفوا الناس ماشي الزنقيه اللي مغلطان. شوفوا الناس اللي كيشربوا اتاي بزاف شوفوا حاولوا تنقصوا منه والله. انا دابا راه من نهار طرات لي الواقعه مبقيتش شربته كاع مبقيتش غنشرب. اه شوفوا ماشي تحيدوه كاين داكشي سمعت عليه من الاحسن تنقصوا حيت كيحرق الفيتامينات. والو شي مثلا مني مثلا مني مني كتاخد شي فطور مع الصباح شي واحد خاصو يفطر بداكشي يكون فيه فيتامينات. فاش كتاخذوا اتاي بحال اللي كتحرقوا دوك الفيتامينات داكشي اللي في الخبز وداكشي اللي في الزيت وداكشي اللي في الفرماج وداكشي داك اتي اللي ايه والله كنديو معقول داك اتي اللي كتشربو كيحرق فيتامينات. حاولوا غير تنقصوا منه مثلا تشربوا غير كاس في النهار ولا ولا جوج كيسان. وعطاها الدوايات عطاها هادو عطا شحال واحد شوف شحال من الباكيه بلا ما تبين السنين. هادو ديال 5 شوف شحال من الباكيه شحال من نهار هادو كل وحده كتدير لك 5 ايام وانا عندي تريتمون دو موا. شوفوا شحال الاولى والثانيه والثالثه وعرفتي غاليين. مهم كل وحده فيها هاد القريعات هادو راه ما فيهم هاد القريعات هادو. كل وحده كل باكيه فيها 10 من هاد القريعات يعني كل باكيه كتدي لك 5 ايام هاد القريعات وحده بالصباح هاد القريعات في الليل. هاد القريعات فيهم بحال هادشي بحال الدم واقيلا غيكون دم. لا ما يمكنش انا بعد زدت لي حيت بان لي هادشي حمر انتوما شوفوا غير بان لكم هادشي حمر المكونات وهادي باش كيعوضوك فيها الحديد فيهم الحديد وداكشي. انتوما شوفوا كل 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 باكيه شحال فيها؟ فيها 10 كيدور لك 5 ايام جوج في النهار. وانا عندي تريتمون ديال شهرين يعني خاصني 12 باكيه كل باكيه خاصها 12 باكيه. وهادشي قال لهاش قال لك شوف تشوف شوف عاد ثاني ترجع كونترول وتشوف واش ناقص. وقال لها حيدي ماكله الزنقه والو عاد مانيش كدير ماكله الزنقه مشى خلي دابا تكون مصاوبه الماكله الغدا ولا العشاء نقول عليا يلاه مشينا ناخذ طاكوس. طاكوس كل ليله كل ليله طاكوس. الا ما كانش طاكوس كل ليله كنحس فريمون كنحس بحال شي واحد كيتخدر بحال كنحس بشي حاجه ناقصه يعني خاصني ضروري طاكوس. معلقين هذا كان خاصني ضروري طاكوس يعني كنت مبليه بصوص الجيريان داكشي طاكوس خاص ضروري تاكل داك هذوك لي بلاط الدجاج ضروري مابقاش عاد مع ماكله الدار. ولكن دابا اقسم بالله الا كانت كتشرب جوج برارد في النهار واحد مع الصباح واحد وواحد مع العشية ضروري كتجي الوالده ضروري ملي كنشوف اللي كنشوف اللي ندورو ضروري خاصها تجي تعمر لها تبقى تتفرج وتشرب داك البراد سكح 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 سكح. ما تدوش ليا ما تدوش ليا انني ندير شي حاجه بلا اتاي ما يمكنش. هادشي كاش شو اتاي شنو دار لها؟ خرج عليا دار بصح عرفتي عرفتي ليا ماس كامله صفرا. انتم شوفوا واش كيدير مازال مازال دابا راه الفلتر دابا راه واحد شويه غتباني فلتري فلتري ديال الله دابا راه واحد الشويه مع المونتاج غيبان لكم غنبان لكم تبان لكم هي بدا شويه زوينه وكذا وداك الشيء. اما هي راه حاجه تشوفها مباشره ني ني نضحك حنا هكا نضحك معاكم الله يشافي لي اختي الضحكه الصفراء عليها. ولكن هادشي ما كيفاش انا كنت فرحان. المهم كنصيحه فرحان وا فرحان حيت اختي مريضه. اي واحد اي واحد الدراري ملي كتمرض لكم اختكم ما كتفرحوش. كنصيحه اللي كان متبع هادشي اللي متبع انا اتاي وطاكوس من الاحسن تحيدو. انا دابا ضاعت لي غضيع لي شهرين من حياتي ديال التريتمون خاصني ندير حتى شي حاجه. ضاعت لي شهرين من ستاج ولا من الخدمه ضاعت لي شهرين الا كنت غادي نقرا ضاعت لي شهرين بزاف ديال لي زاكتيفيتي كنت باغي نديرهم ضاعت لي من حياتي حيت خاصني ضروري نتبع التريتمون. المهم كنصيحه فقط. ولكن دابا هذه بقات كتضوي في دماغي شنو مكتوبه سيغ طوماط. شوفوا سيغ طوماط فين هي هاي استخدمت بها كومبوزيسيون قريت قريتها قلت لها مريم عندك ما طايشي في الدم
والله الا بعقلي ديك السيوق طوماط قلت مريم عندك شي عيب شي حاجه عندها علاقه بالمطيشه اللي بس عطاتك التحالي ديالي تقراهم فرنسي هو هادشي اللي كاين هادشي بغينا نوضح لكم حيت ما نقدروش نوضح لكم هادشي ما كنبغيش لكم هادشي زعما من جانب الشفقه ولا شي لا لا حنا بغينا نوضحوا لهم داكشي اللي كاين نوضحوا حيت ما بقيتش كندير ستوريز في انستغرام بزاف وعالي سولوه مال مريم مال مريم نضوه دار ستوريز قال لهم راني راها مريضه قالوا لي علاش مريضه صرحوا لي داكشي علاش بغينا نشرحوا لكل شيء واحد ستوريز في انستغرام يعني كيعطيكم غير ما كتشوف زعما قال لك عطوا 15 سكون كيعطوا 15 ثانيه ما غاتقدرش انا باش نشرحوا لكم في هذا الشيء كامل شو دابا وصلنا وقال 9 دقائق وهادشي اللي كاين هذا الفيديو غير توضيحي باش نقول لكم مال مريم وشنو طاريها وداكشي المرض انا راه دابا الحمد لله انا غادي مع دوايا ومع ماكله الدار والخضره وداكشي الحمد لله على كل حال وصافي ومزيان ديما معالجه الكبده احسن حاجه هي معالجه الكبده حيت كون عندها الكبده الكبده يعني صعيبه في المعالجه ديالها وداكشي عندها غير فقر الدم الحاد غتحاول تعالجو بهاد القرعات هادو القرعات الصحيه القرعات ديال هادو ماشي قرعات اليوم بالك بغيت نقول لكم القرعات هادو ماشي قرعات اليوم بالك ها هما هاد القرعات هادو شوف شي حزوين ملي كيطيحوا صافي مع من اش كيطرى لهم لا طاحوا لي ماما ما كنتش باغي نطيحهم وماما ها كاين شي ثلاث ليا في الدوايا مو صافي صافي نقطعوا على الفيديو بهذا عافاكم بغيتكم تهبطوا لي كومونتير و شو بلا ما تكتبوا لي الله يشافيك شوفوا بغيتكم تهبطوا لي كومونتير ما سمعوا لي يقول في لي كومونتير الله يشافيني بغيت نرجع ثاني لحياتي شوف باش نقول لكم بلي راه كنقرا جميع الكومنتات بغيت نقول لكم بلي ما تنساوش تواصلوا معايا على حساب فيسبوك وانستغرام ديما كنخلي لكم في التصويره الاخرى الفيسبوك هنا والانستغرام هنا مع الانستغرام ولا الفيسبوك ولا تواصلوا معنا تما كنجاوب كلشي في لي ميساج تواصلوا معنا بلي ميساج ديالكم بالاقتراحات ديالكم وكنكونوا اكتيف بزاف تمايا يعني كندوز كنوريكم النهار كيفاش كيدوزوا داكشي وهادشي بغينا نقول لكم سمحوا لنا كثر عليكم الهضره باش اللي تسمى الماكل الزنقه وبعدو من اتي حيت كيحرق لكم باش ما يجي باش ما يجيكمش نتوما فقر الدم الحاد حيت خطير ما كتبقاوش تقدوا تمشاو ما كتبقاوش ديروا حتى مجهود بصح والله حتى بصح انا دابا حبس شحال من حاجه في حياتي على قبلو دابا جالسه في الدار وحق الله كانت كتقول لي ماما كتقول لي برك من اتي برك ماكل الزنقه انا لا داير في هذيك العلبه ديال زعما انا صحيحه وباقا جون ولكن جبتها فراسي في الاخر شوفوا غنعاود نقول لكم والله نقصوا من اتي نقصوا منه بعد داكشي اللي سمعت عليه عرفتي داكشي اللي سمعت عليه هي اختك شفتيها لا وداكشي اللي كيقول الطبيب وداكشي عندك شي زعما سمعت على اتي راه باز اللي الناس باغين يشربوا واش بغينا نقول لكم وبغيت نقول لكم بلي تهلاو في صحيحتكم الصحيحه هي كلشي وتهلاو في وليديكم ماشي بغيت نقول لكم ونعاود نقول لكم من تواصلوا على حساب فيسبوك انستغرام شوفوا هادشي هذا الريزو ديما خليكم في الصوره الاخرى فيسبوك وانستغرام هنا يلا قولي معايا مريم بيس واحد جوج ثلاثه بيس وبركه من التبوحه نطلع زين